سلام حبايبي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. سنشكر المتابعين القدام والجداد والناس اللي التحقوا بهذه القناة ان شاء الله بحول الله وقوة. اذا اليوم معنا واحد الوصفة خاصة كاملين باش تكون عندنا المحبة مع وليداتنا ومع الزوج ديالنا ومع الاشخاص اللي تنبغيو. عندنا خصامات، عندنا مشاكل في البيت، ولكن ديما ما متفاهمينش، بدون طلاسم بدون اي حاجه. وصفه رائعه لصالح بين الاولاد والزوج. اذا الناس اللي باغين عندهم خصامات مع الزوج ديالهم وديما تيتخاصموا بدون سبب، ربما يكون سحر، السحر تيديروه للتفرقه، سحر التفريق او السحر اللي تاثر على الاسره. دائما تيكونوا خصامات، يكونوا عراكات بدون سبب. ما كاينش دار او منزل خالي من المشاكل، ما كاينش بيت بدون خصام، ولكن كاين الصبر هو مفتاح الفرج. لابد الانسان تيصبر حتى يكبر الوليدات ويكون بخير وعلى خير. دائما تيبقى داك الشيء غير تعاويذ، ولكن لا قسم الله طلاق الانسان ما عنده ما يدير. بعض الاحيان الحياه ما تقدرش تستمر لان كاين واحد القدر، وكاين المراه اللي تتطلق وترجع عند الزوج ديالها وتترجع بقوه انها تتاخذ واحد الامتحان وتنجح فيه، انها تيلا عاود ترجعات تتصبر وتيكون الوليدات خاصنا نصبروا عليهم. اذا الوصفه ديالي ديال اليوم هي قبول بينك وبين وليداتك، بين الزوج ديالك، بينك وبين الشخص اللي بغيتيه يبغيك ويحبك ويتصنت لك ويكون عندك السمع وطاعه. اذا سمعوني مزيان، هذه الوصفه غير بالسكر، تحطيها في الشاي او الحليب او العصير. دائما ناخذ واحد الكميه ديال السكر حبيبات او سكره وحده. سكره وحده قادره انك تعطيك واحد المحبه وواحد الطاقه ايجابيه. اذا بغينا ان شاء الله تكون عندنا المحبه والموده بيني وبين الاشخاص اللي بغيتهم يكونوا يبغوني ويحبوني. علاش لا؟ بغيت انني نكون محبوبه عند وليداتي، او المراه اللي تتمشي بنتها وتتجي مقلوبه عليها حتى هي ديرها، لانها غادي بحول الله وقوته غادي تزرع المحبه والمحبه بينها وبينها. اذا حاولي انك تسبحي بهذه الايه لانها رائعه واكثر من رائعه. اولا غادي تاخذوا قطع السكر، قطع سكر على الاقل خذوا كيلو السكر او كيلو السنيده. السنيده هي السكر حبيبات، ونقرا عليها، نحطها في واحد الوعاء ونقرا عليها هذه الايات، لان هذه الايات غادي يكونوا ان شاء الله محبه وموده مع اسم من اسماء الله الحسنى. اذا للصلح ما بين الاولاد والاسره والزوج والانسان اللي بغيتي تصالحي معه، ولكن خاصو يشرب هذا السكر، خاصو يشرب هذا السكر. اذا اشنو خاصني ندير؟ هي انني خاصو ضروري يجي عندي، بحال كنت عندي صديقه بغيتها نتصالح معها، نقدر نعرض عليها تقدر تشرب من هذا السكر في العصير، في الشاي، في الحليب. اذا الناس اللي عندهم مشاكل مع وليداتهم نعطيهم لهم في الشاي، ولكن الشرط الوحيد ان هذا الشاي ما يمشيش في مجرى المياه، خاصو يتشرب كامل. اذا غادي ناخذ السكر الكافي، وغادي ان شاء الله نقرا عليه هاد الصوره مع ايه باذن الله الواحد القهار. غادي نقرب الوعاء الى الفم ديالي، نقرب الوعاء للفم ديالي، وغادي نقرا عليه صوره الشرح 21 مره، صوره الشرح 21 مره. اذا نقرا ونفت. اذا غادي نقرا ونفت على النيه ديال انني بغيت المحبه ديال هذوك الاشخاص. اذا صوره الشرح، من تالي صوره الشرح غادي تقراي هاد الدعاء: اشرح لهم صدرهم ويسر امرهم وحل عقده من لسانهم يفقهوا قولهم. اللهم اشرح صدورهم، اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم وحل عقده من لسانهم يفقهوا قولهم. اذا هاد الدعاء تقوليه من بعد ما تكملي صوره الشرح، عاد تقراي هاد الايه 21 مرة. وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك، تاخذي السبحة وتسبحي بالآية: وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني 21 مرة. وغادي إن شاء الله بحول الله تاخذي هذا السكر وتوضعيه في واحد العلبة محكمة الغلق، وغادي أنك تبداي تحطيه لأولادك اللي تيتخاصموا معك بدون سبب. الوقت اللي تحطيه في العصير او الحليب او الشاي، غادي تقراي على القطاع اسم الودود: يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود 11 مره، وغادي تحطيه في الشاي او العصير او اي حاجه حلوه، الا القهوه كحلال لا.
إذا الناس اللي باغين المحبة والمودة يقراو اسم الودود، ودائما يقراوها على اسم هذاك الشخص اللي بغيتوه يتود معكم ويتحب معكم. اسم الودود هو رائع في المحبة والمودة مع الأشخاص اللي بغيتيهم يكونوا معك. حتى المرأة اللي عندها مشاكل مع الزوج ديالها يكون بعيد عليها، تقرأ اسم الودود 1001 في الليل، ماشي الصباح، ماشي الظهر، ماشي العصر، في الليل مع ثلث الليل صلي ركعتين ونقرأ اسم الودود 1100، ونصلي على سيد الخلق 1100، وتقولي يا ربي اصلح بيني وبين هذاك الشخص اللي اختي منه او مخاصمه معاه او عندك مشاكل معاه. الا دخل العتبه يشرب منها السكر، عندي ولدي مخاصمه معاه وما تيتصنتش ليا يشرب منها السكر، عندي بنتي ما تتسمعش ليا الكلام او ما تتبغينيش غادي تشرب منها السكر، والقيت عليك محبه مني 21 مره. يا ريت تقراوها حتى على الماء وتعطيوهم يشربوا، لان شرب الماء رائع لي طرد العوارض اللي تتكون ديال النحس والخصامات بينك وبين اولادك. اذا الناس اللي باغيين هذه الوصفه يحضروا السكر قطع او السكر حبيبات، وعلى النيه اللي بغيتي وتذكري الاسماء، اللهم اصلح بيني وبين اولادي بحق هذه الايه الشريفه وما فيها من اسرار، ان تصلح ما بيني وبينهم بالمحبه والموده والسمع والطاعه، اللهم اطرد عنا النحس يا رب. حاولوا انكم ديروا اي دعاء يخرج من القلب، غادي يكون عندكم إن شاء الله محبة ومودة والسمع والطاعة. وألقيت عليك محبة مني 21 مرة، وصورة الشرح 21 مرة. الناس اللي باغين أنهم عندهم الزوج ديالهم غضبان يحاولوا أنهم يوضعوا هذه الآية صورة الشرح 7 مرات مع وألقيت عليك محبة مني على الملحة، ويطرطقوها مع العصر قبل ما يدخل الزوج بساعة. غادي نحط الملحة فوق البوطة ترتق، وأنا قاري عليها 7 مرات سورة الشرح مع وألقيت عليك محبة مني، وغادي تقراو هاد الآية اللي باش أن الزوج الغضبان يطفى، ما يبقاش دائما، ما يبقاش داك الزوج شاعل ديما شاعل ديما غضبان. ديما الملحة نقرا عليها هاد الآية: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه الآية من أخطر الآيات لتبريد الأمور، والزوج إذا كان غضبان أو عنده مشاكل في البيت دائما شاعل، غادي تقريها على الملح وترتقيها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله تبرد الزوج وما تبقاش المشاكل في البيت. هذه الملحة اللي ترتقتها فوق البوطة غادي نجمعها ونلوحها في مكان عاشي، نخرجها من البيت لانني حيت بها طاقه الصداع والمشاكل، ونخرجها الى خارج المنزل شجره او مكان يكون فيه العشب، وغادي ان شاء الله تجي على نيه ان ما يبقى والو. الوقت اللي تكوني تحضريها قولي طردت الهم والغم عليا، طردت الهم والغم عليا. سبحان الله المراه اللي عندها الزوج غضبان او الناس اللي عندهم مشاكل مع وليداتهم ما يبقاش الصداع والمشاكل، سبحان الله غادي يكون عندكم الصلح للصلح بين الأولاد والزوج. والزوج الغضبان اللي دائما غضبان بدون سبب، هو طبعه هكاك أو دائما تيكون غضبان، يقدر يضحك خارج المنزل، ولكن من دخول العتبة تيتبدل عنده الحال، إما عمار المنزل وإما العتبة تكون منغومة بسحر المرشوش. إذا أحبابي تنتمنى لكم حد سعيد، تنتمنى أنكم تدعمونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ولابد أنكم تخلوا لنا لايك باش تدعمونا، وتحاولوا أنكم تبارطاجيو هاد الفيديوهات ما يبقاوش عندكم، حاولوا تبارطاجيوهم الله يخليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.